رب. امين يا رب. على فكره انا بعمل ما راح استجب لك على فكره يا رب. الو الزعيم وصديق السوق شلونه؟ شو بدك وقفت كمان؟ ناقصني مهابيل انا؟ شبان ليش هيك عم تحكي معي؟ صوتك ما بدي اسمعه، قرفان منه، قرفان من حق، قرفان من كل شيء انا. لك ليش؟ شو صاير ليه؟ قولك عندي كل شوي طلبات 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 وبعدين معه بعدين. اسمع لك انا عندي الحل، بتستنى لوقت ما يصير الساعة 2 بالليل، بعدين بتروح بتطب اغراضك بتشطي ويا فكيك بتهرب برات البيت. سكر ولك سكر سكر. اسمع لك جبت لك فكرة أحسن، بتجيب بيدونتين مي بتكتهم بالأرض، وبعدين بتجيب شوتين كهرباء بتكهرب المي، وبتخلي اخواتك وامك وابوك رايحين جايين تكهرب، كيفك فيها؟ قولك انت محبول شي بدك يعني موتهم لاني عم بطلبوا مني طلبات. طيب خذ فكرة أحسن، بتجيب بنت بتدخلها عندك على الغرفة وبتعيد باب مفتوح، أكيد أمك وأبوك رح يعدوا قدام الغرفة وبس يشوفوها وبقلعوك أنت وياها، شلونك بقى؟ أنا الحمار لاني تعرفت على واحد بنتك. ألو ألو أبو شريك شكله خلص رفيقكم. لقيت لكم الحل، انا رح افرجيكم طولوا بالكم. لحظة هذا شلون بدنا نطلبه؟ ولو انت بدك تشلطني شي انا اذا ما مدت على ايدك ما بعرف شلون، لازم يجيني ضغط مين زامل واقف عند الباب. والله ما بعرف شو قال لك. شو قال لي؟ قال لي في طرد وصل لكم بقيمة 5000 ليرة. مين هاد؟ 5000؟ هذاك هذا يوم الليزر اللي طلبته انا. هذا اكيد شكله مخربت، هذا اكيد شكله مخربت. يلا خليني اقوم اشوفه، انا اكيد مخربت اكيد مخربت. روح صوره بسرعه. 5000 ليره. يلا يلا السلام عليكم. يعطيك ولك هذا انت ما بدي اخلص منك، انا طالع لي بيها نصيب انت. ولك هيك هذا ضل شوي شو بعت ليش مع السبروي؟ في عندك 5000 اجت طرد و200 ليره اجت شحن، يعني انت بدك 5000 ليره هضاء. اي نعم 5000 ليرة و200 ليرة اجت شحن. ليك طلع بالشقة تحتنا مباشرة، تحتي مباشرة في واحد اسمه عبد الحسين ساكن جواتها تحت الدارات بتعرفوه. لك وين بدك تبعتني؟ لا قومي فكرني حرامي. لا 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 تخاف. ليك اسمع نزيل قل له قال عبادة حاسب عن الطرد، ما في داعي يحكي القصة يلي انت بتعرفها لعبد الحسين. انا قصة ليش؟ انت شو حشرك الموضوع؟ خلص روح. لا حول ولا قوة الا بالله. ليك اذا طلب منك اثبات له الساعة 2 مع ام ليلى بس، وبكره انا اجي لحالي ام ليلى والبطيخ يعطيني مصاري هات الطرد. روح اصبر خاطرك. استغفر الله العظيم. بس واخيرا يا رب يصير. تمام تمام 1 2 بس هاي تعالوا باكلكم. يخرب بيتهم في وحده عم تحترق. ايش في؟ الصايره غرفه ما في شيء. ولو انت ايش عم تعمل؟ كنت نايم فوت على صوات تعبت طلعت شفت نفخات مجهوده طقوا لحالهم بالغلط. لك الله يخرب ذوقك، بتعرف اذا مجهوده بيدرا رح يطلع شو اكثر ما انا اطلع شو. لا 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 بجيب له غيرهم، بجيب له غيرهم انا بابا. ايه بسرعه بسرعه يخرب بيته من حار الغلالات. انت جيت بوقتك والله العامل فيك العمايل. وين يا حبنا؟ لساتك هون؟ شو بك بابا انت لساع؟ ايه مسوق اخويا قميصك هذا مسوق.
مشان شو بدك يعني اكوي لك اياها؟ بعدين انت بطول عمرك بسقلابية حتى بالشغل بتروح عليها، مشان شو هاد؟ مو شغلك. يوم عيد ميلاد مجودة وبدي ألبسه هو. بدي تصوير لأنه شاطع فيه حلو. يلا بسرعة خلص. حاضر. حاضر. يا دايتين ورجع أخذه أنا. ما أنا شو بعرفني بكوي؟ مين تاع أكوي لي اياها؟ مين بكوي هاد؟ ما بو شي. بابا شبك ولك شبك الساعة بابا بابا شبك من دون مجامل النوم كيف بالله ولك اشهر قرف هذا بكوي هيك بكوي هيك خلا بابا من سنة انتي جدي واكتر ليك ما بطمعين شبه يعني حلو ما بو شي بعيد من خلطي افرجيك شلون بتكوى حطه من ايدك فضل فرجينا شلون قال بيعرف بكوي ارز وهي بركي لحتى اتفرج منك فضل ولك قميص ما طلع بايدك تلوي ولك انت الواحد بشو خرج سبيب منك شو خرج سبيب منك حشرة سيكنا معنا بالبيت بس ما اكتر هلا كل هذا اللي انا بعمله طلعتوا استفيدوا مني بشي منوب سبوا لك مالك فايدة بشي منوب اشتري بس شهوة مربع عالية اكون مستفيد منك بشي شغلة خرب بيتك من حالك ماشي 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 بتعرف شو؟ مصروف من راتبك 500 قد حريقة 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 ابعوا بلدك اللي ساعديني ممتاز تصور بقلابية Zehra öpüşmüş. Zehra utanmış. Lan. Tamam ben bu hikayenin devamını tahmin edebiliyorum. Zehra abim dövmüş. Doğru mu? Ya utanmasın o da. Sanki ben öptüm. Zehra mı öptü? Ya işte herkes sizin gibi değil. Anlayamıyorsunuz. Bazı insanlar utanır. Mesela ben. Üff Bavru. Hadi remote lan. La. Ma hazaret. Ulak şu la ma hazaret. صار لنا 3 ساعات عم تفاجع مسلسلات تركية بتقرب اي سكوت سكوت انت ايش فهمك بمسلسلات تركية اصلا ولك انت هذا مسلسل عم تقربي بتحسن تشوفيه على الانترنت انا الفيلم اللي متابعه ما بطلع عنك بده اشتراك حصرا هون ببلاش اعطيني اتفرج عليه اذا سمحتي هاي ما هي مشكلتي ما دخلني ولك قومي تفرجي عليه بغير محاولة خذي لابتوبي خذي لابتوبي وتفرجي عليه قومي خلصيني لا بدي اتفرج على التلفزيون انا يعني شاشة اكبر وبطلع اوضح ولك قومي حاسس تلفزيوني عبالك هذا الريموت هون اقسم بالله اكتشف صوت لعمي بجي بخيط طرف شكلها انت بتفرج ولا انا بتفرج تمام تمام انا بفرجيكي تمام ايوه صير بني ادم بقى طيب والله العظيم ماشي ماشي والله انا اذا ضربت بالليزر على الفازه راح تنفجر ترتعب وتقوم تهرب من هون نعم امي عم تسرقيني شيء امي تسرقيني شيء قولي شو هاد الحقي امي خدوش ضل الفاتحة بس ساعات تركيا وقت ما فجرت الشاشة كذاب امي كذاب والله ماني لا انا عبادة تعال بسرعة وقف جنب الحليب لازم اوقف جنبه يعني لا ويا ريت تعرف تقف يعني على طول فور بتجي تاكل بهدلة بسرعة خلصني حاضر حاضر شو بدي اسر نهر طبعا هي وقت ما تغلي لا ومعلمتك كلياتها كمان يعني الله بساعة ما بتغلي هي لك الليزر هلا بخليها تغلي بسرعة لك شو هالصوت هاد يا سيدي شكرا امي غلى الحليب يا الله عبادة انفخي نفخة هدوليك فاضيلك لانه انا ما عندي غيرك مو هيك كل هدول اللي حواليك ما مكفينك العافية روح من خلتي انفخ حسن ما قول امي ها امي خلاص خرب بيتك من حالك ليكو خلاص طول بالك يا حي ماشي ماشي شو طقت هاي؟ ها؟ شفت شلون؟ شفت شلون عم طقون انت؟
خليك شوف شو عم تقطقهم ومن نيتك يا حشرة. نعم انت بس شاطر تنام اصلا. حتى بهديت بعيد ميلادي معفن ما جاب هدية. لحظة ايش هو هاد؟ ليزر كان ليزر. هي هديتي جايب لي اياها عبادة بعيد ميلادي معناتها صح عبادة؟ حز براسه معناها ايه صح؟ يس.